حضورنا الكرام، نسأل الله أن يكون هذا اللقاء لقاء خير، وأن يجتمع السودانيون لنصرة بلادهم والارتقاء بها لمصاف الدول العالمية المتقدمة، ليتكاتفوا لبناء السودان الجديد والذي نحلم به. نرحب بالسادة الحضور، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي وإخواني وأساتذتي رؤساء الروابط المهنية، نرحب بكم في هذا الحفل لتكريم بروف نمر عثمان، وهو يستحق منا كل التكريم وكل التقدير وكل التجلة. نحن بهذه المناسبة حقيقة عبر ما يرمز إليه نمر من المثقفين والعلماء السودانيين، هذا التكريم لهم جميعا، ويخص أيضا دولة قطر بما حبت من علماء سودانيين وجدوا أرض خصبة للاحترام والتقدير والأخوة، فشعروا بهذه الإنسانية. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه أكون موفق في إنه أقول ما يقابل ما سمحته من التكريم ومن الكلمات الطيبات، لكن باسمكم جميعا أحيي سعادة السفير أحمد سوار الدهب، وأحيي سعادة السفير علي الحمادي، شرفنا في هذه الزيارة الكريمة والطيبة جدا منه، وأيضا سعادة السفير إبراهيم فقيري أيضا شرفنا في هذه الزيارة، وكل الجمع والضيوف الكرام. وهذا التكريم كما ذكر يعني أخي الأصغر باشمهندس هاشم النعوف، هو يعكس قيمة المكرم وليس قيمة المكرم، والجمال في مجتمع السودانيين في قطر والتميز هو جمال يعني نفخر به فخر كبير جدا، لأنه هو مزيج بتاع كل الجمال الفينا كسودانيين. فكان السؤال إنه what's next، يعني الليلة نحن لو أسدي توقفت الحرب بس في اللحظة، أول حاجة أنظار الناس هتتوجه نحو المهنيين. بروفيسور نمر طرح الرؤية بتاعته، ولحد المؤتمر بتاع باريس الرؤية دي كانت هي الرؤية الكفيلة بأنه تحل مشكلة الطاقة في السودان. فما هو الدور بتاعنا كروابط مهنية؟ فده كان السؤال، What is the call of action بالنسبة لنا؟ ودي البتاع عملنا بس نماذج بس، لأنه كله رابطة ممكن تعمل شيء.